اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هستعرض معاكم قراءه سريعه لاهم ما نشرته الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله اللي فاتت. بنبتدي مع بعض باكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الاخباريه المصريه اليوم. اول شخصيه معانا هو رئيس المكتب السياسي لحركه حماس يحيى السنوار، كان الشخصيه الابرز عالميا امبارح بعد اعلان اسرائيل اغتياله بعد اكثر من عام من احداث السابع من اكتوبر. الاغتيال تم في منطقه السلطان في رفح جنوب القطاع بعد قصف بالدبابات من قوات الاحتلال للمبنى اللي كان فيه، راح السنوار ضحيته واثنين من قادة حماس. لقاءات مستمرة بيقوم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاولة للوصول لحل سلمي للعنف اللي بيزيد يوم بعد التاني في الشرق الأوسط وكمان مساحته بتزيد. الرئيس امبارح عمل لقاءات مهمة مع وزير خارجية إيران اللي بتعتبر جزء مهم في الصراع الدائر في المنطقة، وكمان وزير خارجية أسبانيا اللي بتعتبر أبرز دولة أوروبية بتعارض العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان على رأس الأخبار الصحفية في مصر والعالم العربي لأن الزيارة بتعتبر نادرة لمسؤول إيراني رفيع المستوى لمصر، وكان آخر زيارة مشابهة من 11 سنة، وبالتأكيد الزيارة بتيجي في وقت صعب وده مع انتظار العالم الرد الإسرائيلي عسكريا على إيران. اسم اللواء حسن محمود رشاد كان حديث الصحف المصرية والعربية وكمان العالمية، وده بعد اختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه كرئيس للمخابرات العامة المصرية خلفا للواء عباس كامل. أغلب المقالات اتناولت تاريخ اللواء حسن العسكري قبل تولي المنصب بالذات، وإنه تولى المنصب في توقيت حرج جدا على المنطقة مع تزايد العنف في غزة ولبنان وكمان السودان. تصريحات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كانت على رأس الأخبار في المواقع المصرية، وده بعد تأكيده في مؤتمر صحفي أن أزمة نقص الدواء قربت على الانتهاء وأن ده بيحس به المواطن في الأيام الأخيرة. دكتور مدبولي كمان قال أن حكومته بتحط سيناريوهات عشان تواجه أصعب الظروف في المنطقة واللي مش متوقعة بالذات مع توسع الحرب. الحكومة المصرية بتتحرك بشكل سريع لتطوير كل القطاعات بالذات في النقل اللي بيعتبر طبعا أهم عنصر في التنمية والاستثمار، وبعد ما شفنا التطور الكبير في الطرق والسكك الحديد أصبح الدور على النقل الجوي. ووزير الطيران المدني دكتور سامح الحفني قال إن الوزارة بتدرس عروض من 6 مطورين عالميين للمشاركة في إدارة المطارات المصرية. الحكومة بتسعى الفترة اللي جاية لمشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات اللي بتتقدم في المطارات وزيادة كمان قدرتها على استقبال المسافرين. كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين 6 في قضية سرقة 1200 تابلت وزارة التعليم تم إحالتهم للنيابة العامة، وأن واحد من المتهمين صاحب محلات مشهورة للموبايل والأجهزة الإلكترونية وكان بيعرض التابلت المسروق بسعر 4000 جنيه. وكشفت الهيئة في بيانها أن العصابة تم كشفها بسبب فيديو لصاحب المحلات وهو بيعرض التابلت المسروق بأقل من سعره الحقيقي على صفحته على فيسبوك. نشرت تقارير صحفية عالمية أن تفريغ فيديوهات 10,000 كاميرا ممكن تنقذ اللاعب الفرنسي إمبابي نجم ريال مدريد الإسباني من تهمة الاغتصاب اللي اتهمته بيها فتاة في 10 أكتوبر بالسويد وقت ما كان بيقضي أجازته. وال 10,000 كاميرا هي عدد الكاميرات اللي موجودة في الفندق وفي المنطقة اللي حواليه واللي هيتم تفريغها عشان يتأكدوا من حقيقة اتهامات الفتاة ضد إمبابي. كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين عن ميعاد الضربة الإسرائيلية المتوقعة لإيران وقالوا إن غالبا الضربة هتكون في شهر نوفمبر، ورغم إنهم محددوش توقيت معين في شهر نوفمبر لكن في نفس الوقت لمحوا إنها ممكن تكون متوافقة مع انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر. طموحات وأحلام الإنسان ملهاش حدود وده اللي خلى ناسا تدور من سنين على فرص للحياة بره كوكب الأرض، وطبعا البحث الأول كان في كوكب المريخ أقرب الكواكب للأرض، لكن دلوقتي أطلقت مركبة فضائية عشان
تدور على الحياة في قمر تابع لكوكب المشتري. المركبة الفضائية هتوصل للقمر ده في إبريل 2030 عشان تبدأ أبحاثها، عشان نعرف لو يقدر يعيش الإنسان على القمر ده ولا لا. ومن بوابة الشروق نشر الكاتب عماد الدين حسين مقال مهم بعنوان المعنى الخطير لرسوب طلاب الطب. اتناول الكاتب في المقال خطورة نسب الرسوب عند طلاب الصف الأول في كليات الطب بجامعات الصعيد، واللي وصلت ل 80% في طب أسنان وجامعة جنوب الوادي. وقال إن خطورة المشكلة إننا ممكن نواجه يعني نسلم صحتنا وحياتنا لجيل من الأطباء ممكن ما يكونوش ليه علاقة بالطب أساسا. وجه كاتب اللوم في المشكلة دي لأولياء الأمور اللي بيدعموا أولادهم في الغش عشان يحققوا مجاميع كبيرة يدخلوا بيها كليات ترضيهم. وكمان وجه اللوم لوزارة التعليم العالي بأنها فتحت الفرصة للطلاب للتحويل من كليات أجنبية في نفس التخصص عشان نلاقي طلاب جايين من كليات عربية وأجنبية بتقبل أي طالب في أي من أي مكان في أي تخصص، المهم يكون هيدفع بالدولار أو اليورو. ومن موقع المصري اليوم نشر كاتب بيوصف إزاي العدوان الإسرائيلي في غزة بقى بيستهدف مخيمات النازحين. وفي الوقت اللي بنشوف يوميا على الشاشات وفي السوشيال ميديا جرائم البشر في حق بعضهم، تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي. الكلب في تركيا رفض انه يتحرك من جنب قبر صاحبه لمدة 4 أيام بعد وفاته.